مشاهدي متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء، بالضبط من منطقه عين الدياب. واللحظه لحظه خروج زبناء ومرتدي العلب والملاهي اللي هي، واخا ما كاين الشراب كاين الشيشه واشياء اخرى. انا تشوف تي في بعيوني على تيلتنا كترصد لكم اللحظه ديال الخروج من المحلات او المقاهي ديال الشيشة في هذا المباشر بطبيعة الحال على قناة الشعب، قناة شوف تي في. مازلنا مستمرين معكم مشاهدينا الكرام دائما في هذه الجولة بمنطقة عين دياب بمدينة الدار البيضاء. الجولة اللي كنقول لكم من خلالها تفاصيل ما يقع بأزقة ودروب عين دياب لحظة خروج زبناء المقاهي. Thank you.
كنتمنى مشاهدينا الكرام بان هذه الجوله تكون نالت الاعجاب ديالكم. شكرا على تتبعكم لقناه الشعب قناه شوف تي في. دمتم في رعايه الله والى مبشر اخر.